ورحمة الله. اليوم نتناول تمارين 1-4 ونوضح شنو المطلوب بهذه التمارين، ونحاول نحللكم بعض هذه التمارين للتوضيح. بالتمارين 1 و2 يقول استخدم قوانين الدوال الأسية لإعادة كتابة أو تبسيط كل من التعابير الآتية. فأنت تستخدم عندنا عند الضرب تجمع الأسس، وعند القسمة تطرح الأسس، وعند الضرب ترفع الأسس. فلو نريد نجي مثلا نحل، ولو هو ما مطلوب من عندكم بس للتوضيح. السؤال الأول مثلا -2 أس 6 على 4 أس 3، لو أريد نحله هذا السؤال نقدر نعيد كتابة المقام الأربعة، نقدر نكتبها 2 تربيع أس 3. هاي الأربعة صارت 2 تربيع، هاي 2 تربيع. هسه صار عندي هنا 2 أس 2 أس 2، عند الرفع تضرب الأسس فيصير عندي هنا -2 أس 6 على 2 2 في 3 6، فهذا تختصر مع هذه والناتج هو -1. هذا هو يعني توضيح بسيط على اللي مطلوب بالسؤال الأول والثاني. أيضا السؤال الثالث طبعا هذا موجود بالمحاضرات، يقول اكتب المعادلة إذا كانت البي أكبر من 1، طبعا دالة أسية، وإذا البي تساوي 1، وإذا البي بين 0 و1، وهذه الرسوم بالتفصيل موجودة بالمحاضرة. الأسئلة من 5 إلى 8 يقول ارسم الدوال اللي موجودة بكل سؤال سوية، يعني نرسم بالسؤال الخامس هاي الأربعة، ويقول شنو العلاقة اللي تربط بيناتهم. فخلينا مثلا إذا أريد نرسم السؤال الخامس 2 أس إكس و إي تو ذا إكس و5 أس إكس و20 أس إكس، نريد نرسمهم السؤال الخامس هذه. خلينا نقول السؤال الخامس، طبعا إحنا نعرف ما دام الأساس أكبر بكل الدوال أكبر من الواحد، فإذا هذه دالة أسية طبعا راح تبدي 2 أس إكس راح تصير تبدي من طبعا من الأخير وتصعد تمر بالنقطة وصعودا. هذه هي طبعا هاي النقطة هي 0 و1. النقطة الثانية الدالة الثانية هو e to the x، والe طبعا الe هو أكبر من 2، فبالتالي راح تكون الدالة أقرب إلى محور y طبعا، فتصير الدالة بالصورة هذه، ومن هنا أقرب طبعا لمحور y. هذه e to the x، هذا 2 أس إكس، الدالة الثالثة 5 أس إكس، فتصير أقرب أيضا من إلى محور واي، أقصد أن أقرب وأقرب إلى محور إكس، سوري يعني هاي تصير تمشي بالمحاذاة مالته، هذه 5 أس إكس، و20 أس إكس راح تصير أسرع، وهكذا كلهم يمرون بهذه النقطة. شنو العلاقة اللي تربطهم؟ العلاقة اللي تربطهم احنا نشوف بالمثل هنا بالواحد الصورة مالته بهذه الدالة اللي هي 20 أس إكس أكبر من 5 أس إكس. خمسة يعني أهم العلاقات، كل الدوال تمر بالنقطة 0 و1، والعلاقة الثانية إنه كل ما زاد الأساس كل ما زاد نمو الدالة أسرع، وهكذا بالنسبة للدوال
البقية هذه e to the x و e to the ناقص x وثمانية x و e to the ناقص x، هنا يصير عندي أيضا نفس الفكرة. بالتمارين من 9 إلى 14 يقول استخدم هذه الدوال ارسمهم. طبعا هنا عندي يعني يستخدم التحويلات لرسم الدوال. مثلا لو اريد نرسم الدالة 11 ناقص e to the ناقص x، الدالة 11 y تساوي ناقص e to the ناقص x. هذه أول بالبداية نرسم الـ e to the x، هذه الـ e to the x تمر بالنقطة 0 بـ1. بعدين هذه الإشارة على الناقص x تعكس المنحنى حول محور y، فالرسم راح يكون عندي بهالصورة هذه. هذه طبعا النقطة 0 بـ1، هذا الرسم هذا الفرع يجي بهاي الجهة ينعكس حول محور واي، وهذا الرسم ينعكس على محور واي ربع هاي الجهة. صار عندي بالصورة هذا، هذا هو e to the ناقص x. لما نخلي ناقص قدام الاكس فينعكس حول محور واي، ولما نخلي سالب حول يعني قدام الدالة فراح ينعكس حول محور x. فالرسم هذا الخطوة الثالثة راح يصير ينعكس حول محور x، فهذه النقطة تصير بدل ما هو 0 بـ1 تصير 0 بـ-1، وبعدين الرسم راح يكون بالصورة هذه. انعكاس يعني المراية، هنا صايرة المراية تناظر حول محور x. هذا هو رسم الدالة. اكو دالة اخرى ايضا غريبة اللي هي طبعا هذه e to the 3x شفتها لي فوق، هذه يعني مفروض تعرفونها. هذه شوية غريبة عليكم. 14 e to the قيمة المطلقة للإكس، الـ e to the القيمة المطلقة للإكس، يعني نجي هنا احنا أكبر من الصفر، طبعا بالصفر 1، الأكبر من الصفر هي القيمة المطلقة. طبعا هذا راح شو يساوي؟ تساوي e to the x إذا كان ال x أكبر أو يساوي صفر، ويصير e to the ناقص x إذا كان ال x أقل من الصفر. هذه الدالة، فبالدالة أكبر من الصفر نرسم ال e to the x هذه. طبعا هذا الجزء ما رسمناه، ليش؟ لأن صار piecewise continuous. لما أصغر من الصفر راح يصير e to the ناقص x، فال e to the ناقص x هو هذا الرسم، فصار رسمي هذا الجديد، هذا القيمة المطلقة لل e to the x. نجي للسؤال 15. السؤال 15 يقول عد الدالة e to the x، أوجد المعادلات هذه اللي مطلوبة، أحللكم واحدة من عندهم ولتكن دي. الدي عندي يعني يقول ينعكس حول محور واي. طبعا قبل شوية قلنا إذا ينعكس حول كل إكس تصير ناقص إكس، فالواي تساوي إي تو ذا ناقص إكس، هذا هو ينعكس حول محور واي، كل إكس يصير ناقص إكس. والباقي عليكم. بالنسبة للستاعش يقول e to the x ارسم إذا دالة انعكاسها حول محور حول المستقيم y يساوي 4 وحول
انعكاسها حول المستقيم اكس يساوي 2. خلينا نحللكم وحده والباقي عليكم. خلينا نعكسها حول اكس يساوي 2، e to the x x يساوي 2 y تساوي e to the x حول نعكسها حول x يساوي 2. نجي نرسم ال e to the x، هذا ال e to the x، ونرسم x يساوي 2. وين x يساوي 2؟ هنا x يساوي 1، هنا ال x يساوي 2. فإذا هذا المستقيم هو x يساوي 2. شلون نعكسها؟ يعني الرسم اللي جاي من هاي الجهة يصير عكس هاي عكس اكس يساوي 2، فالرسم اللي هنا راح يصير هنا، يعني وهذا الرسم ينعكس على هاي الجهة فيصير بالصورة هذه. هذا هو انعكاس e to the x حول x يساوي 2. إذا y بعد اللي يفتهم يرسم خط مستقيم افقي ويعكسه. بالنسبة للسؤال 17 و18 يقول أوجد الدومين مال الدوال، هذه 4 منطيكم. فإحنا بالنسبة لل 17 أي و بي دوال كسرية، وإحنا قلنا الكسرية لازم تكون المقام لا يساوي صفر. هسه نجي مثلا نحللكم البي. هل e to the كوساين x تساوي صفر؟ طبعا احنا نعرف ال e to the x هذا الرسم مالته، مستحيل ال e to the x لا يساوي صفر، مستحيل يبدي من هنا ويصعد. فبالتالي ال e to the كوساين x لا يساوي صفر، فإذا هذا الدومين مال هذه هو كل الأعداد الحقيقية. هنا الجذرية لازم تكون الجذر أكبر ويساوي صفر، وهنا ساين الزاوية مالت الدومين بنفس الأسلوب اللي أخذناه بالمحاضرات. السؤال 29 المطلوب من عندكم يقول عندنا، طبعا هنا هذا أكو مثال يشبه موجود عندنا بالمحاضرات، يقول بكتيريا تبدي من عدد 500 وتصبح مضاعفة دبل بعد نصف ساعة. أوجد عدد البكتيريا بعد 3 ساعات يعني، وبعدين أوجد الدالة، بعدين أوجدها بعد 40 دقيقة، ويقول ارسم الدالة، بعدين راح تعرف أنت هاي الدالة طبعا بين دالة وسي، وبعدين خمن جقد الوقت اللي نحتاجه على مود يوصلون عدد البكتيريا 100,000. أعتقد هذه توضيحات بسيطة لتمارين 1-4، وإن شاء الله نشوفكم بتمارين جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.